قريب أو بعيد. الموت علينا حق، وللموت جلال أيها الباقون، وللراحل الفقيد نقول أنه لنا بعدكم انتظار في محطات قد تطول وقد تقصر. العمر ماض والأيام حبلى والقدر محتوم. لقد أبكرت يا رجل الرجال وأسرجت المنون بلا سؤال. نحن لا نكاد نصدق أننا لم نراك بعد اليوم. لقد أثارت فاجئة رحيلك غصة الحرب التي تحرق القلب، وانحصار لزمن الرفقة الجميلة، وانطفاء لومضة نبل إنساني اجتماعي يرفع غصب عينيه كرامة النفس والوقوف عند الحق. فلا زلت أتذكر آخر مرة رأيته فيها. استقبلني بابتسامته المعتادة، تبادلنا التحية والسلام، دار بيننا حوار قصير موضوعه التحضير لافتتاح المكتبة واقتناء الكتب الضرورية لذلك. كان طموحا حتى في آخر أيام حياته. مضيت إلى قسمي وبعد انتهاء الحصة الصباحية تفاجأ بوعكته الصحية. توالت الأحداث سريعة بعد ذلك، فلم تستطع عقولنا وقلوبنا استيعابها إلى أن فارق الحياة ونحن في ذهول. نستغل هذه المناسبة لنجدد تعازينا الحارة لأسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة وأقاربه وأصدقائه وزملائه.